سيدي نسابي وخديت بنتهم لطاعه الله ورسول الله. طلقت في الاول ورديناها بجوج اولاد، ولدت جوج اولاد، عادت تخرجوا من دارها، من دارت الدار خرجت من الدار. ملي خرجاتهم من الدار ولا دارت واحد اخر، تيمشي عندها كتجيب ليه البوليس يديوه، كيمشي دار الطلاق. ولا ملي لقينا التليفون ديالها حصلناه عندها، جابوا لنا ولدها وحصلناها، ولا دارت ما بغاتش. مصور البنت مصوره فوق صدره، راها في الفيسبوك مصوره فوق صدره السيد بنته. اه وهازها في دراعه السيد اللي هو معاها في بيت النعاس، في بيت النعاس العاشق ديالها في بيت النعاس. ملي جات خالتها وطلبوا ورغبوا تيجي عند بوها كتجري يجري عليها، جات عند امها كتبت معنا ورقه، امها شاهده فيها راه عند المحامي بان راه هي اللي معديه عليه، هو عاد درويش. ولات ملي ردها جات هاد الايامات هنا ثاني حربوا بيه، ملي ردك شي التليفون تيشوفوه الناس خرجوا لي اليوم عطاوه دقه نصيبه، مشات والباري عندهم الدار تما خرجاته بحوايجو، قالت لي سير بحال تاعش ماتها، وكدير لي داك تيك توك فيه تيبقى يغنيو عليه هو يا بان شماته وبرهوش، وقالت لي انت ماشي راجل، انت عاش ماتها بلاتي عليك وعقل فيها. والله لا بقات عندي الدليل، عندي التصاور، كلشي عندنا الدليل، التصاور الانترنت كلهم في عامره بتصاورها، كلشي واخا داو التليفون كلشي عندنا في التصاور. وي ملي جيتي اليوم تعداو عليك عيطت لي، عيطت لي قالت لي راه بنتك مريضه بزاف صغيره. قلت لها واخا هاني جاي، جيت عندها لهنايا تنهضر انا وياها بحال ما قالت لي على الفلوس ديال الدواء هذيك، حتى انا غنتخلص غيعطوني الناس غادي نعطيك انا اساس باركين حارس ليلي. قالت لي راه الفلوس هذيك صافي العشيه انا غادي نعطيك، ما شويه متى تنحس بهم شرقوا عليا وبداو تيضربوا فيا، ضربتني خوتها العينيه، ولدي بدا تيسب فيا بكلام خاسر وضربني حتى هو ظهري وبركله، ولدو اللي واقف امها حتى هي ضربتني شنقت عليا وبداو تيضربوني وجروني للدار ديالهم باش يدخلوني للدار. صابوا الناس فكوني ما عرفتش الناس اللي هنايا ما عرفتش مشيت نتي جيرانهم ميت ما عرفتهمش حتى شكون هما، بداو تيفكوا فيا تاودهم داو لي التليفون جروا لي من يديا بالعاني باش يحيدوا منهم بغاو التليفون، علاش ما يطلع لي متفقين عليا لو التليفون باش يحيدوا لي زعما التليفون على التصاور وهذاك الشيء باش يحيدوا. دابا تنعيطوا للتليفون ديالي لقينا طاف، ديت هاد عند المحامي باش قلت ليه يلاه تمشي عنده باش تسمعي بودنك حيت غنردوها. قال لها المحامي شوف يا لاله راك سطي راجل درويش مشتي انا راه ما تدخليش عندي، ودابا هادشي اللي درتي كله خاطر، راك 5 سنين عندك ديال الحبس، دابا غترجعي بنيتك وغترجعي نيشان حاجه ما كاينه، كنتي غديري شي حاجه اخرى عندك 5 سنين ديال الحبس. هكاك رديناها حصلت ما هي مره ما هي جوج وندوزها، ما هي مره ما هي جوج وكندوزها وتنصرطها وتنقول على وجه بوها على وجه هذه ما كاين حتى حاجه، وهذه المره الاخرى جازوني، جازاني لا ولدي ولا هما ولا كل شيء. ما عندك ولد، ما عندك ولد، وهادشي اللي كاين اسيدي. دابا الرساله ديالي انا اللي تنطالب، يهزوا لنا حقنا المخزن، يهز لنا حقنا، يهز لنا حقنا، اجي كنطالب الله يهزوا لي حقه درويش وماشي ديال تعدو، نطلب الله يهزوا لي حقه الدوله وياخذوا فيهم الله الحق. الحوايج الدوليه، الحوايج الدوليه، التليفون الدوليه، لاكارت سينار عندهم كلشي شدوه ليا في الدار وخرجوني. دابا تلاقيت معاهم هابطين التليفون غادي يبيعوه، انا من صحابهم مش هازينو لي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.